هل الكل سيكون مجددا ومجتهدا؟ الحقيقة عندنا توجس كبير من هذا، يعني مشايخنا يتوترون لو قلت لهم نريد أن نبني مجتهدين ومجددين وكذا. من أنت؟ أنت أفهم كلامهم قبل أن تجتهد، من وكذا. يا أخي أنا برأيي علينا أن يكون عندنا هدف واضح جدا، أن نخرج مجتهدين، هذا هدف ونزرعه في عقول الطلبة. لكن أكيد لا، ليس الجميع سيتخرج مجتهدا، لكن ينبغي أن يكون الهدف هو تخريج مجتهدين ومجددين. وكل من وقف في الطريق ولم يصل إلى الاجتهاد يعرف أنه توقف. يعني الطالب الذي لا يصل إلى الاجتهاد يعرف، العلماء ومدارسنا الشرعية، جامعاتنا، دراساتنا تؤهلنا لأن نصل لرتبة مجتهد. لكن حتى نصل لرتبة مجتهد ينبغي أن يضعوا لنا المناهج التي توصلنا لهذه المرتبة. على فكرة عندما يصبح عندنا هذا الهدف في العلوم الشرعية أن نخرج مجتهدين، تفكيرنا كله سيختلف مع الطلبة، كل التفكير سيختلف، تأهيلهم، مناهجهم نرتبها في كل علم. يا ولدي اقرأ هذا 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 هذه العلوم لكن لا تعجزه. بعض العلماء لكي لا يتجرأ صغار الطلبة على الآراء الجديدة ويتطاول على الكبار يعجزه، عليك أن تكون حجة باللغة العربية كذا كذا كذا، يضع له شروط تعجيزية. هذا أنت لا تريد أن تخرج مجتهدين، كن صادقا معهم. لكن علينا أن نكون فعلا ونضع بذكاء، يعني لا نختار مناهج كمية على حساب النوعية. لا، خرج مثلا ضعوا في جامعاتنا في درجة الدكتوراه ينبغي أن نخرج مجتهدين. يا أخي المجتهد على مراتب أصلا، الناس غير مؤهلين، صح غير مؤهلين كلهم، لكن حتى الاجتهاد الإمام ابن عابدين قسمه إلى 7 مراحل: مجتهد مطلق، مجتهد مقيد بالمذهب، مجتهد مسألة، مجتهد ترجيح، مجتهد مخرج على الأوجه، وهكذا. فالاجتهاد نفسه هو مراحل، رقي تلاميذك حتى يصلوا للاجتهاد المطلق، ما المانع؟ لكن علينا أن نضع مناهج. مع الأسف فاقد الشيء لا يعطيه، ولا أريد أن أشرح أكثر من هذا.